ما تكلم الكنيسة يبعتولك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما اقدرش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطة اللي احنا فيها دي. أنا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل أي حاجة، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس، اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص، السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه، ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص يا استاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص يا شيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. ما يصحش يا مرقص. امال تعبريني يا عمك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب، كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجة بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنة أولى. بنحب بعض من سنة أولى؟ تحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحية وأنت مسلم؟ أيوه. أيوه ايه ده حرام. قصدي يعني آخرة الحب ده ايه؟ مش فاهم. آخرته الجواز إن شاء الله، ادعي لي أنت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا أحمد. ايه يا عم أنت دخلتني النار فجأة وأنا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله، انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر، انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن، اتفضل. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجواهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده. الشيخ حسن
المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركه الرب تحل عليكم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. وسع هدومك والزيت يا ست، وسع. يا رزق صباحتك قشطة يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان ومش شايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله، طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازم مش عارف ايدك قبض زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ هو خير بس. يا سيمورس، سلامات يا سيمورس. اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز، ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي بس، انا قلت لك وخلاص. حرص منه يا مرقص. شيخ حسن، يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي. شوف حصته اللي دفعها كام واديها له، وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش، واحنا فاتحين مخبز بيرة. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشل، بس لاجل الأمانة حرص منه. أنا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجة كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجة ايه؟ عم مرقص ده مش عارف إذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قرآن. عم مرقص بيقرا قرآن؟ لا ده انت استطلت رسمي. اه عشان هو مضايقك شوية، عايز تطلعه مسلم؟ المصيبة التانية الشيخ حسن. ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مرة لقيته بيرسم الصليب على العجين، أول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده أنت حالتك صعبة أهو يا رزق، أنت لازم تبطل برشام اللي أنت بتبلبعه ده. ده أنت قلة مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مرقص يا أخويا. أهلا يا جورج. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج، ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ده احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اجرين، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اجرين. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. ايه
يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبنا لك من باب يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضو. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا سي مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كل هنناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم. انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح.